ما راحش تلقى هواتف بساعة 3 ملايين خرم الهواتف اللي تكلمت عليهم في هذا الفيديو، مستحيل. صح دخلت تحوس على تليفون 3 ملايين يكون مليح شباب ويساعدك ويقعد معك لمدة طويلة، فحمد ربي راك طحت في الفيديو صحيح، وننصحك تقعد معايا حتى لافا انتهى الفيديو وتشوف 3 هواتف كاملة، لأن كل هاتف في حاجة مليحة وحاجة شابة وحاجة تميزة على الهاتف الآخر ولا الهاتف اللي قبله. ودرعك بلا ما طولوا بزاف، ما تنساش دير لايك شامل لهذا الفيديو باش نوصلوك العادة ل 3000 نجاح، هكا باش نعرف بلي الفيديو عجبكم وزيد نديرو فيديوهات من هذا النوع. وثاني في طريقك ما تنساش دير ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب، هكا باش يوصلوك كامل الفيديوهات تاعنا جديدة. وبيناتنا راه كاين فيديوهات بزاف شابة راهي جاية، ودروك راك واجد راكي واجدة، أيا نبداو. صح التليفون الاول غادي يكون من شركه شاومي واللي هو الريدمي نوت 2. الحاجه الاولى اللي غادي نتكلموا عليها في التليفون ولا من المميزات تاع التليفون واللي هي الشاشه تاعه اللي راح تجينا بحجم 6.67 انش بدقه فول اتش دي بلس، ومع ثلاث بيكسلات 395 بكسل في كل انش، ومع معدل تحديث 120 هرتز، ومع سطوع يصل حتى 1200 نت، وهذا السطوع بزاف بزاف شباب وقوي. فالناس اللي يستخدموا بزاف التليفون برا وتحت ضوء الشمس التليفون غادي يساعدهم بزاف، ما راحش يضطروا يديروا يدهم ولا حوس على الظل باش يقروا باش يشوفوا الشاشه. وما نظنش كاين شاشه غادي تعطيك 1200 نت في السعر تاع هذا التليفون. زيد هذه الشاشه غادي تاتينا مع طبقه حمايه مليحه ومتواضعه واللي هي الغوريلا كلاس طروه، لكن بالعموم الشاشه تاع التليفون مليحه وممتازه خاصه كما قلت لكم من ناحيه السطوع. بالنسبه للبطاريه ثاني مليحه في هذا التليفون بحجم 5000 ملي امبير ومع شحن سريع 33 واط، وراح تشحن لك الهاتف 50% في جوايا 20-25 دقيقة هكا. وهذه بطارية في العموم مليحة من ناحية سعة ومن ناحية سرعة الشحن، خاصة كي داروا لنا الشاحن في العلبة. وانتم بزاف منكم راهم فاهموا شراي نهضر ولا الشر على اليمن. المهم دروك نروحو نتكلمو على الكاميرات اللي هي الثاني مليحة في التليفون اللي جينا مع ثلاثة كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل وتصور لنا فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم، أما الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل وتصورنا فيديو فول اتش دي حتى 30 فريم. ودروك نتكلموا شويه على المعالج للناس المهتمه، انا بالنسبه ليا معالج عادي واللي هو سناب دراجون 4 جن 1. بصح ما تخافوش للناس اللي تلعب بزاف ولا اللي الاستعمال تاعها مكثف بزاف، التليفونات اللي موراه غادي يعطونا اداء بزاف بزاف خير ومعالجات قوه. وبالمناسبه هذا التليفون غادي يعطينا مع جوج نسخ في التخزين، نسخه 628 جيجا ونسخه 828 جيجا. زيد حاجه شابه ثاني بزاف في هذا التليفون انه ياتينا مع مقاومه رداد الماء والاتربه بمعيار الاي بي 53. زيد للناس اللي كانت عندها الريدمي نوت 10 والريدمي نوت 11 العام اللي فات بزاف منهم ولا تقريبا كامل كانوا يعانوا انهم كي يديروا مكالمه ويديروا التليفون في ودنهم التليفون ما كانش يطفى، فالحمد لله ريدمي ولا شاومي حلت لنا المشكل في هذا الاصدار ودرت لنا بروكسيميتي سنسر. ودروك بلا ما طولوا بزاف نروحوا نتكلموا على التليفون الزاوج. صح تليفون زاوج باينه ما غاديش يفوت هذا الفيديو بلا ما نهضروا على الجالاكسي افنت كات. هذا التليفون دون كاميرا راكم تعرفوه لانه تليفون بزاف شباب ومليح وراه داير حاله هذا العام. صح على راه داير حاله الحاجه الاولى من سامسونج تما باينه الشاشه تاعها غادي تكون شابه. دقيقه واش راك تقارع باش دير نجم؟ هبط تحت دير نجم خلينا نوصلوا هذا الفيديو ل 3000 نجم سي بون. ايا صحيت لان هذا التليفون غادي ياتينا بحجم 6.5 انش بدقه فول اتش دي بلس وبكثافه بيكسلات 396 بيكسل في كل انش، زيد من نوع سوبر اموليد ومع معدل تحديث 90 هرتز، وثاني صوته مليح يصل حتى 1000 نت. فالشاشه هنا مليحه من ناحيه مواصفات بصح فيها زوج عيوب. العيب الاول واللي هو الحواف تاعها شويه كبيره، وثاني شكل النوتش قديم. وبالنسبه للعيب الزاوج واللي هو طبقه الحمايه، لكن ما غير هاد زوج صوالح نظن شاشه هذا التليفون شابه ومليحه وراح تعطيك تجربه مليحه ثاني من ناحيه مشاهده ومن ناحيه التصفح والتنقل بين التطبيقات. صح بالنسبه للمعالج ياتينا من نوع الميديا تيك هيليو جي 99 بدقه تصنيع 6 نانومتر ومع معالج رسوميات من نوع مالي جي 57 ام سي 2. المعالج تاع التليفون مليح بزاف ومن اقوى المعالجات في الفئه السعريه تاع التليفون، مع العلم تاني ان هذا التليفون راح يعطينا في منصه انتوتو بنش مارك حوالي 360 الف نقطه، فلمحبي الالعاب هذا التليفون غادي يساعدهم وغادي يعجبهم. وبالنسبه للتخزين راح ياتينا مع 6128 جيجا، وكاين نسخه اخرى دخلت للجزائر هنا هنا واللي هي نسخه 428 جيجا. وبالنسبه للبطاريه تاتينا بحجم 5000 ملي امبير ومع شاحن بسرعه
25 واط. بصح الشاحن ما يجيناش في العلبة، هذا هو العيب الوحيد تاع البطارية تاع التليفون. وبالنسبة للكاميرات اللي يأتينا مع ثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مثبت بصري، صورنا فيديو فول اتش دي 30 فريم. أما الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل وتصورنا فيديو فول اتش دي 30 فريم. والكاميرا تاع التليفون مليحه وشاب، خاصه الكاميرات الخلفيه. والناس اللي جربوا هذا التليفون ولا جربوا الكاميرات تاع التليفون يكتبوا لي تحت في لي كومونتير ويعطونا الراي تاعهم عليها. ودروك ما نطولوش بزاف ونروحوا نتكلموا على التليفون التالي اللي عندنا في هذا الفيديو. بالنسبه للتليفون التالي باينه هو ريلمي 10، واللي زوج العيوب اللي في الشاشه تاع الكالاكسي A24 اللي تكلمنا عليه هكا شويه ما كاينينش هنا في ريلمي 10، لانه ريلمي 10 في طبقه حمايه قويه كوريلا كلاس 5، ثاني الحواف تاعه صغيره. وبالنسبه للمواصفات، ريلمي 10 الشاشه تاعه تاتينا بحجم 6.4 انش بدقه فول اتش دي بلس، ومع ثلاث بيكسلات 411 بيكسل في كل انش، ومنها سوبر اموليد ومع معدل تحديث 90 هرتز ومع سطوع يصل 1000 نت. زيد معالج هنا ثاني مليح واللي هو نفسه تاع الجالاكسي A24 واللي هو الميديا تيك هيليو جي 99، فتقريبا غادي يعطونا نفس الاداء. وبالنسبه للتخزين غادي يكون 128 و8 جيجا في الرام، وكاين نسخه اخرى واللي هي 256 و8 جيجا في الرام. وهذه واحده من اقوى مميزات هذا التليفون، عطانا 256 جيجا و8 جيجا في الرام بسعر تحت 4 ملايين سنتيم، هذه حاجه بزاف شابه. صح بالنسبه للبطاريه تاتينا بحجم 5000 ملي امبير ومع سرعه شحن 33 واط، فنقدر نقولوا كيما البطاريه تاع الريدمي نوت 12 واللي هي بطاريه مليحه وشابه بزاف، لانك مستحيل تلقى اكثر من 33 واط في الفئه السعريه هذه. وطبعا في هذا الوقت بالك العام الجاي الحاله تبدل، الله اعلم. وبالنسبه للكاميرات، هذا التليفون ياتينا مع زوج كاميرات خلفيه، رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل واللي هي كاميرا مختصة بالبورتري، ولا باش تعاون كاميرا رئيسية في البورتري، واللي هي بالنسبة لي فقط كاميرا لزيادة عدد. كيما الجالاكسي A24 ما فيش كاميرا بورتري بصح يدينا البورتري، ونفس الحالة لكامل التليفونات الآخرين، لأن الكاميرا البورتري هي فقط زيادة عدد، لأنهم كون دارونا كاميرا بزاوية واسعة ولا كاميرا ماكرو كانت غادي تكون حاجة خير بزاف بزاف. وبالنسبة للكاميرا الأمامية تاع ريلمي 10 تأتينا بدقة 16 ميجا بيكسل واللي هي كاميرا مليحة وشابة بزاف، وتصورنا فيديو فول اتش دي 30 فريم. في العموم الكاميرات تاع ريلمي 10 مليحه وتفي بالغرض، راح تعطيك نتائج مقبوله وشابه، خاصه كاميرا السافيه اللي تعطيك نتائج وصور شابه. فهذو هما كامل مواصفات تاع ريلمي 10 واللي هو اخر تليفون عندنا في هذا الفيديو. فهذو هما كامل التليفونات اللي عندنا في هذا الفيديو، فكتبوا لي تحت في لي كومونتير اراء على التليفونات اللي اختاريت واذا عجبوكم ولا لا. وثاني قولوا لي اذا كاين تليفونات اخرى ثاني مليحه ما تكلمتش عليها، ولا هذو هما التليفونات المخيرين في هذه الفئه السعريه، لان نظن كاين تليفونات اخرين ثاني ملاح كيما ريلمي 10 اس والجالاكسي A23 وما تكلمتش عليهم. والسبب الاول علاه ما تكلمتش عليهم، لانهم وخاصه جالاكسي A23 صح دارونا فيه معالج بزاف شباب، بصح نقصونا بزاف بزاف في الشاشه. وباش تعرفوا شاين نهضر، دارونا شاشة TFT. بصح إذا أنت الاستعمال تاعك مكثف بزاف ولا تلعب بزاف ومن عشاق الألعاب، ننصحك تجيب ريلمي 10 اس، غادي يعطيك أداء شوية خير في الألعاب. هذه بالنسبة للناس اللي الاستعمال تاعها مكثف وراهي باغية فقط معالج شباب. وندون دروك أنا وصلنا لافان تاع هذا الفيديو، فبقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهدة، وما تنساوش ديروا لنا جيم لهذا الفيديو وتشتركوا في القناة وتبارطاجوا هذا الفيديو لكامل أصحابكم، خاصة لهم حابين يشروا تليفون جديد وعندهم هذه الميزانية. أرسلوا لهم هذا الفيديو غادي يفيدهم بزاف بزاف، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.